تعالي هنا بنت. لما اقول لك تعالي هنا دي. انا ربيتك كده؟ فتوانه وبلطجه وتكسير محلات الناس؟ الناس زعلانين ومزعلينك طبعا. لما تبقي متضايقه من حاجه تكلميني انا، انما تعملي كده ما يدي لو واحده تانيه كانت طلبت لك البوليس كان زماني بجري وراكي في الاقسام. حبيبتي قلبها طيب قوي ما شاء الله. بنت انا عملت معاكوا ايه استاهل تعملوني كده؟ انت واخواتك بتعملوني كده ليه؟ عشان بنحبك، عشان بنحبك وخايفين انك تضيع مننا. بتحبيني ترتكبي جريمه؟ انت عارفه انت عملت ايه؟ اللي عملتيه ده غير مقبول خالص، مش مسموح بيه. لكن حضرتك مسموح لك تعمل اللي انت عايزه مش كده؟ انا ابوكم، في فرق بين الاب واولاده مهما اعترضتم. فايه؟ فتروح تفسحها وتخرجها وتجيب لها محل وتوضبه لها وانت شايف ان كل ده عادي؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انتوا اشتريتوني؟ اذا كنت انا ابوكم اللي خلفكم ما بعملكوش كده، ما بعملكوش اللي اشتريتكم. هي بقت كده يا مختار. اسمعي بقى، اسمعي واخرزي. مش معنى ان اديكي ميزه انه يبقى حقي مكتسب. حقي مكتسب وما حقي مكتسب بنت. وانتوا اللي اشتريتوني وما اشتريتكم. بنت هو في ايه؟ لا بجد في ايه؟ تعالي هنا، تعالي هنا. ولا كلمه خالص، ولا كلمه. بس خلص. انا من حقي اكلم. خلص من حقي اكلم. خلص حقك، خلص. كان قبل ما تعملي كده، بعد اللي عملتيه ما فيش كلام. أنا مايا بنتك يا مختار بتعمل معايا كده عشانها؟ أنتِ مايا بنتي قليلة التربية ولازم تتربي. مخصوم شهر من مصروفك وأسبوعين من غير تمرين. كلمة واحدة هضاعف المدة. اتفضلي. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.